السائله بتقول ان بنتها كان معاها مبلغ من المال، وبنتها هذه مسافره لاحدى دول الخليج وبتبعت الاموال لامها يعني. فالام بتقول ان احيانا بعض الناس بيطلبوا منها قرض من الاهل، يعني بيطلبوا منها قرض فبتاخذ من مال الاخت وتقرض الاقارب دون ان تعلم الاخت بهذا، يعني حتى لا تقلق على مالها. فالسؤال، هل يجوز لها هذا الامر ام لا؟ لا، هذا لا يجوز شرعا له. لا بد من اذن صاحب المال. الام هنا مستامنه على مال، ليس لها حق التصرف في المال. اي نعم. واذا حدث ان في واحده خدت ما سددتش قبل ما كانت توافق البنت، فمعناه ان ده دين في رقبتها لا بد ان تسدده لابنتها. طب هي لو كانت ضامنه مولانا، يعني هي مثلا تستطيع انها لو الشخص اللي استلف منه ما سدش مثلا، تستطيع انها تعوض الابنه برضه لازم تستاذن؟ ما بنتهي. لا، من حقيقه الكلام ده.